اسهم الدور المصري في دعم جهود تحقيق التنميه في القاره الافريقيه لتحقيق غد افضل لدول القاره السمراء. كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود مواجهه التغيرات المناخيه وجاءت استضافه مصر لمؤتمر المناخ COP27 ممثله عن القاره الافريقيه لتعكس دور مصر الريادي في هذا الاطار. مصر على عهدها دائما تحمل هموم القاره الافريقيه واحلامها وتبذل كل جهد سعيا لتحقيق غد افضل للقاره الواعده الدور المصري لا يفوته مجال من قضايا القاره الا وطرق بابه وقطع به شوطا طويلا لتحقيق تنميه غابت عن بلاد افريقيا لعقود، ولعل من ابرز تلك الملفات على الساحه حاليا هو مواجهه التغيرات المناخيه، حيث تشدد مصر على ضروره تحمل الدول الكبرى مسؤولياتها تجاه ما سببته من اضرار تدفع ضريبتها شعوب افريقيا، وانطلاقا من حرصها على مصلحه الاشقاء الافارقه، عملت القاهره دائما على المنادات والتشديد على ضرورة رصد التمويلات اللازمة للحد من الأثار الضارة للمناخ في أفريقيا ومنحها النصيب العادل من هذه التمويلات لتنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف من أثار المناخ وفي هذا الإطار جاءت استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 ممثلة عن القارة الأفريقية لتكون بمثابة بارقة أمل للدول الأفريقية وللكرة الأرضية في مجالات العمل المناخ خيه <applause> مؤتمر شرم الشيخ للمناخ أبرز دور مصر الريادي لقارة أفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بعد النجاح في الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة وشحز 100 مليون دولار للدول الأقل نموا كما قامت القاهرة نيابة عن القارة الأفريقية. في التفاعل مع قضايا المناخ التي ظهرت في شكل مفاوضات رسميه حيث تولت مصر رئاسه مجموعه ال والسبعين للدول الناميه والصين خلال عام 2018 ومجموعه المفاوضين الافارقه لتغير المناخ خلال عامي 2018 و2019 ورئاسه لجنه القاده والرؤساء الافارقه المعنيين بتغير المناخ ومؤتمر وزراء البيئه الافارقه عامي 2015-2016 والمبادرتين الافريقيتين اللتين اطلقهما الرئيس السيسي للتكيف والطاقه المتجدده خلال الدوره الخامسه عشر لمؤتمر الاطراف في باريس في عام 2015 هي اذا جهود كبيره بذلتها وتبذلها مصر على مر السنوات لحمل لواء القاره الافريقيه في قضيه مواجهه التغيرات المناخيه خلال كل الفعاليات الدوليه والاقليميه ذات الصله.